حضرتك في واحد سألني سؤال لكن لم استطع الرد عليه يعني، فقلت بسأل حضرتك. الإسلام انتشر بالسيف، طبعا الناس تقول أو الدين يقول إن الإسلام انتشر بالسماحة والمعاملة الحسنة وكده، وكيف إن كان الصحابة يدخلوا البلد يا إما تسلموا يا إما تدفعوا الجزية؟ يعني هو كده بيفرض عليهم إن هو يدفع فلوس يا إما يدخل البلد. أنا أسألك سؤالا أولا، معلش بغض النظر عن سؤالك، بغض النظر عن سؤالك، أسألك سؤالا، إن كان ابنك في طريقه إلى النار يلقي نفسه في النار وأنت جذبته ما أطاع ويريد الإصرار على دخول النار فضربته تعال هنا كي لا يلقي نفسه في النار، فعلك محمود أو مذموم؟ محمود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وفي الحديث رسول الله: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وعندنا أيضا في الباب كلام الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وعندنا حديث الرسول لعلي رضي الله عنه وقد أرسله إلى خيبر، قال: يا علي انفذ على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قبل الجهاد دعوهم، نريدهم يسلموا، نريدهم أن يسلموا. لو عندك قوم أهل ظلم يتحاكمون إلى باطل ويبيحون الزنا ونصحناهم ولم ينتصحوا، نتركهم يزنون ويدخلون النار أو نمنعهم ولو بالقوة؟ نمنعهم. وبعدين هذا ليس تصرفي الشخصي، هذا أمر الله لي، هذا أمر الله لي. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى، هل نحن إذا جهدنا لإدخال الناس في دين الله أفواجا نتبع آباءنا ونتبع كلام ربنا؟ كلام ربنا. إذا ربنا أمرنا نقول سمعنا وأطعنا، خالف هذا الكلام أهواءنا أو لم يخالف نحن مع كلام ربنا وسنة نبينا. إذا ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أنا ممتثل لكلام ربي. هو الذي قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دعونا بالحكمة والموعظة الحسنة امتثالا لأمر الله. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الجهاد له مقامات، بالكلمة بالسيف له مقامات، الجهاد له مقامات بالكلمة أحيانا، بالمال أحيانا، بالسيف أحيانا، حسب ما تستدعي المقامات. ونحن في ذلك كله ممتثلون أمر الله، ما خرجنا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. فالذين ينتقدون إذا كانوا جراء يقولون الله قال ونحن، وهم يرفضون كلام الله، حينئذ عرفنا منهم. لكن نحن مسلمون، كتاب الله بين أيدينا، لا ليس في صدورنا حرج منه أبدا، فلن ننهزم أمام الغرب الكافر ونترك ديننا من أجل مقولات الغرب الكافر. الغرب الكافر يحتلون بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ ينهبون ثروات بلاد المسلمين، يضللون أهل الإسلام، يصرفونهم عن طاعة الله رغما عنا. الحملات الفرنسية التي جاءت إلى مصر واحتلتها زمنا، والإنجليز الذين احتلوا بلاد المسلمين زمنا، والطليان الذين احتلوا ليبيا زمنا، هل كلهم هم يعني برر أتقياء أم فجر أشقياء؟ فجر أشقياء. هل هم ينصرون أمر رب العالمين أم ينصرون باطلهم؟ نحن أولى بنصرة ديننا بارك الله فيك، لكن كل ذلك لنا ضوابط في كل المسائل المذكورة. السلام عليكم.